مساء الخير أيها الحطاب. مساء الخير. ما بك أيها الحطاب؟ أراك قلقا. يقظان. بابا، هل هو مريض؟ لا أعرف عنه شيئا، فأنا لم أره منذ الصباح. لماذا؟ ألم يكن معك في الغابة؟ إنه مختفي منذ الصباح. غريب، أين يمكن أن يكون؟ أسعدتم مساءً. أسعدتم مساءً. أين يقظان؟ إنه مختفي منذ الصباح. أيعقل أن يكون عند البحيرة؟ البحيرة؟ نعم، لقد شاهدته عند غروب الشمس مستلقياً عند البحيرة. إذن هيا بسرعة إلى البحيرة. هيا هيا بدا هيا هيا. إنه هنا، انظروا إنه هنا. نعم نعم، إنه يقظان. ألم أقل لكم أننا سنجده هنا؟ يقظان 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 يقظان. ما الذي تفعله هنا يا بني؟ أنا؟ لقد قلقت عليك كثيرا. لا داعي للقلق يا أبي، فأنا بخير. ما القصة يا بني؟ أصارحك يا أبي أنني ليلة البارحة لم يغمض لي شف. لماذا يا بني؟ ثمة سؤال يقلقني. ما هو هذا السؤال؟ من هو الأقوى على سطح الأرض؟ وهذا السؤال هو الذي دفعك لمغادرة الكوخ منذ الصباح؟ نعم، في الوقت الذي خرج فيه الجميع إلى أعمالهم كنت أسير عند البحيرة، وتابعت السير حتى اشتدت حرارة النهار ودب التعب في جسمي، ولكني استمريت بالمشي وأنا أتساءل من هو الأقوى على سطح الأرض؟ ولم أشعر أن النهار قد فات وأن الليل قد أقبل، فلم يكد جسمي يمس رمل الشاطئ حتى رحت في نوم عميق وغرقت في حلم. وهل كان للحلم علاقة بالسؤال الذي كان يشغلك؟ طبعا. وهل وجدت في الحلم الجواب على السؤال؟ هيا يا يقظان، قص لنا الحلم ريثما نصل إلى المنزل. هيا هيا نعم هيا. كان هناك في الغابة أيتها الحيوانات الصديقة، اسمحوا لي أن أرحب بكم وأشكركم أجمل شكر على قدومكم وتهنئتكم بمناسبة مرور 6 أشهر على منح لقب شجاع الغابة. أيتها الحيوانات، مشهد لا ينسى عندما استطعت وبضربة واحدة أن أكسر عنق الثور، ومشهد أحلى وأغلى، مشهد التهامي للحصان، والمشهد الأروع والأجمل، مشهد شقي لبطن الدب. اسمح لي أيها الذئب وبكل تواضع أن أطلق عليك لقب أشجع من في الأرض. طبعا، أنا أشجع مخلوق على الأرض، وهل هناك أحد يشك في ذلك؟ ومن يجرؤ على ذلك؟ نحن لا نشك يا سيدي، ولكن ماذا؟ الإنسان أشجع مخلوق على وجه الأرض. كيف يكون ذلك؟ هذا غير صحيح. كلام القرد صحيح أيها الذئب، الإنسان أشجع مخلوق. وأنت أيضا تؤيد كلام القرد؟ أيها الذئب، نرجو ألا تفهم كلامنا بشكل اخرس أيها الكلب. هذا يعني أنك أنت أيضا تؤيد كلام القرد والأرنب. ولا أشك أيضا أن مستشارك الثعلب يشكك في هذه الحقيقة. هل هذا صحيح أيها الثعلب؟ أنا؟ لا لا لا، أنا لدي قناعة أنك أقوى مخلوق على سطح الأرض. أحسنت أحسنت، أنت فعلا نعم المستشار. وأنت أيها الحمار. أنا نعم أنت، قل الحقيقة دون خوف أو تردد. بصراحة، خبرتي الطويلة مع البشر علمتني فعلا أنهم الأقوى. ولماذا؟ بصراحة، الإنسان يعرف حيلا كثيرة لا تعد ولا تحصى، لذلك يستطيع الانتصار علينا بشتى الوسائل. الحمار على صواب، أنا رشيق جدا ولا يستطيع أحد اللحاق بي.
أستطيع أن أسبق العشرات من كلاب الصيد، ورغم ذلك فأنا أخاف من الإنسان. نعم، وأنا الذي أعتبر نفسي الأذكى دائما، فلا يوجد مخلوق يستطيع أن يقوم بما أقوم به إلا الإنسان. فكثيرا ما كنت أشاهد بشرا يقومون بحركات بهلوانية تفوق ما أقوم به بكثير. اسمعوا، سوف أبرهن لكم أني أقوى مخلوق على سطح الأرض، والآن انصرفوا. هيا. حسنا، هيا. يا حمار، بصراحة أنا لا أستطيع أن أخون ضميري وأقول له إنه الأقوى. ولا أنا أيضا. وأنا أيضا. أرأيتم كيف يفتخر بانتصاره على الحصان والثور والدب؟ رأيت. ما أخشاه أن يزداد غروره يوما بعد يوم ويلتهمنا. نحن أصدقاؤه. الذئب لا يعرف الصداقة يا أرنوب، وخصوصا إذا اضطر أن يثبت لنا أنه الأقوى على سطح الأرض. إذن يجب أن نفكر بحل. سيدي، لا يوجد ما يدعوك لأن تعكر مزاجك في ذكرى نيلك اللقب الذهبي شجاع الغابة. دعني وحدي أيها الثعلب، دعني، فأنا أشعر بالخيبة والمرارة. ولكن إذا يعني قلت لك دعني، انصرف. سوف تعرف حيوانات الغابة من هو الأقوى على سطح الأرض. وقتها سوف تأتي وتقدم الاعتذار، ولكني لن أقبل الاعتذار. شجاع الغابة لا يقبل الاعتذارات أبداً أبداً. كلنا عنده سيارات وجدي عنده حمار، كلنا عنده سيارات وجدي عنده حمار. أيها الحمار، أهلاً وسهلاً بشجاع الغابة. أريد أن أخذ رأيك بموضوع يشغل تفكيري. شرف كبير لي أن يأخذ رأيي شجاع الغابة. طبعاً شرف كبير لك، ويعجبني أنك تعرف هذا. تفضل اسألني يا سيدي. أريد أن أصارع إنسان. تصارع؟ نعم، سألاكمه وأرميه على الأرض. هل تريد الصراحة يا سيدي؟ طبعا. لا أنصحك بهذا الأمر أبدا. لماذا؟ إذا كنت مصمما على ملاكمته فيجب أن تكون حذرا، فهو محتال وذكي. إذا كنت جبانا مثلك فسوف يركبني، أنا لست حمارا. حاشاك، حاشاك يا شجاع الغابة، حاشاك. أنا الذئب شجاع الغابة. الحيوانات إذا وجدت ريح الدم تشم موضع أنيابي، والإنسان إذا كان أشد بدنا وقلبا فهو في كل الأحوال يخشاني. هل يستطيع الإنسان أن يهزم مخلوقا مثلي؟ مستحيل، لأني أشجع مخلوق على وجه الأرض. ماذا تفعل هنا؟ أنا هنا أنتظر. تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أنتظر قدوم إنسان ما. ولماذا؟ ولماذا؟ تسألني لماذا أيها الكلب؟ ليبرهن لك ولأصدقائك أني أشجع مخلوق على سطح الأرض. اسمع، علاقتي بالإنسان لها خصوصيتها، وهناك اتفاقية بيني وبينه.
وحالة الوفاء التي تربط بيننا حالة أفتخر وأعتز بها. ولهذا ماذا؟ لهذا أنصحك بأن تتجنب مصارعة الإنسان. صحيح أنك قوي، ولكن الإنسان ذكي. أتقصد بأني غبي؟ أنا لا أقصد ذلك، ولكن الإنسان مشهود له بالذكاء. خاب ظني بك أيها الكلب. لماذا تقول لي ذلك يا شجاع الغابة؟ ما كنت أظن أنك جبان إلى هذا الحد. أنا لست جبانا، ولكن وجهة نظري هي أن نحاول كسب مودة الإنسان لا معاداته. عندما أمسك بالإنسان سأبرهن لكم أيها الجبناء أنني الأقوى. أقوى. الكل يريد أن يتآمر علي، يريدون أن يخففوا من عزيمتي. الغيرة تملأ صدورهم، الكل يحلم أن يكون شجاع الغابة. ها، ولكن الحلم شيء والواقع شيء آخر. هم لا يريدون الاعتراف أنني الأقوى. مرحبا يا سيدي. من؟ هل أخفتك؟ أخفتني؟ أنت تخيفني؟ قرد مثلك يخيفني؟ لا طبعاً، أقصد ربما فاجأك حضوري. نعم تماماً، هي مجرد مفاجأة. هناك فرق بين أن يتفاجأ أحدنا وأن يخاف، أليس كذلك أيها القرد؟ طبعاً يا شجاع الغابة. سيدي، هل تسمح لي بسؤال؟ تفضل. منذ مدة وأنا أراك مهموماً. أيها القرد، إنه لا يفارق خيالي. من هو؟ الإنسان. الإنسان. قل لي أيها القرد، ما الذي تعرفه عنه وأنا لا أعرفه؟ عن من؟ عن الإنسان، ألا تفهم؟ اسمع أيها الذئب، عليك ألا تنسى أن الإنسان يملك عقلاً ناضجاً. كلكم تخشون الإنسان وتخافون منه، كلكم، حتى مستشاري الثعلب. أشعر أنه يخفي خوفاً مبطناً. صحيح أنه يتظاهر أمامي بالشجاعة ولا مبالاة من الإنسان، ولكني أشعر أنه يخفي غير ما يظهر. بصراحة أشعر أنه يكذب علي. إحساسك في مكانه أيها الذئب، فعلاً الثعلب يكذب عليك. برأيك ما مصلحته في الكذب علي؟ كي لا أغضب، ربما لا يريد أن يخسر لقب مستشار شجاع الغابة. ربما. وأنتم؟ نحن لا مصلحة لنا في الكذب عليك، لهذا نحن صالحناك بقوته. أنتم جبناء، سوف أثبت لكم أنكم جبناء، لأنني الأقوى. لا تفخر بنفسك كثيرا يا سيدي، وإلا فسوف تشعر أن الغابة صغيرة بالنسبة لك. الغابة صغيرة؟ هي صغيرة بالنسبة لي أيها القرد، لأنني الأقوى. أجل، أنا الأقوى، لذلك هي صغيرة بالنسبة لي. أنا الأقوى، 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 ما هذا؟ أنا الأقوى. إنها صيحات شجاع الغابة، هذا يعني أنه مسرور وسعيد وأنه ليس بحاجتي. يا له من حظ سيء، يا له من حظ سيء. ماذا أفعل؟ Hmm.
أيها الأصدقاء، الذئب راكبه الغرور. كلنا يعرف ذلك. هذا صحيح، تصرفاته في الفترة الأخيرة تجاوزت المعقول. هذا صحيح، حتى الحمار لاحظ ذلك. الذي نريد معرفته، ما هو المطلوب أيها القرد؟ المطلوب علينا أن نثبت للذئب أنه مخطئ وأن الإنسان مخلوق قوي. هذا صحيح، وعليه أن يعرف أن عدائه للإنسان ومحاولة محاربته ليس في مصلحتنا أبداً. هذا صحيح، أنتم تعرفون أن طباعي السيئة قد تبدلت خلال رحلتي الطويلة مع الإنسان، حيث اكتشفت أنه أليف المعشر، رقيق القلب وحنون. هذا صحيح، وأنا أيضاً صادقت أقواماً وأقوام واكتسبت فهم الدماثة ورقة الطباع. والحل؟ ما هو الحل برأيكم؟ الحل برأيي. أيها الحمار، هل وجدت الحل؟ بصراحة أنا أفضل أن أسمع الحل من حيوان آخر. ولماذا؟ لأنك حمار. ماذا؟ أنا حمار؟ سامحك الله. أنا آسف، صدقني كنت أمزح. هذه إهانة وليست مزحة. سامحني يا صديقي الطيب. أنا لست صديقك، ولا يشرفني أن أكون صديقا لك. ماذا تقول؟ كشفت عن حقيقتك أيها المخادع. ألا زلت غاضبا؟ وسوف أرفسك في المرة القادمة. لحظة، لا أريد. تتشاجران ونحن أصدقاء. اسكت أنت. لا تغضب يا صديقي. قلت لك اسكت يا لص الجزر، كلكم مخادعون. حيوانات، كنا بشيء وأصبحنا بشيء آخر. أيها الأصدقاء، لا نريد أن ندخل متاهة جديدة، دعونا نعود إلى موضوعنا. أي موضوع وقد شتمني القرد وأهانني. أنا آسف وأقبل رأسك. وأنت أيضا أيها الحمار، شتمت الأرنب، هيا اقترب وقبل رأسه. أنا أسامحه لأنه صديق طيب. شكرا، أخجلتني بكرم أخلاقك أيها الأرنب. هذه الأخلاق أيضا تعلمتها من الإنسان وليس من. أيها الأصدقاء، دعونا نعود إلى موضوعنا. أنا أرى أنه يجب أن نثبت للذئب أنه حيوان مثلنا، له قدرات كقدراتنا، وأن كل منا لديه ما يميزه عن الآخر، وأن الإنسان هو مخلوق لطيف، وعلينا أن نكسب دائما عطفه ومودته، لا كرهه وعداوته. يا سلام، كلام سليم، ولكن كيف يكون ذلك؟ يجب علينا جميعا أن نفكر في الحل. حل؟ أي حل؟ ألم تفهم ما قاله القرد؟ أي قرد؟ أمزح. علينا جميعا أن نفكر في وسيلة نمنع فيها الذئب من محاربة الإنسان كي لا نخسر عطفه. وما هي هذه الوسيلة يا صديقي الأرنب؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه جميعا. وجدت الحل. ما هو؟ سوف أذهب إلى صديق الطفل سامر وأحاول أن أقنعه أن يأتي إلى هنا ويثبت للذئب أنه الأقوى. وكيف ذلك؟ سامر طفل ذكي ونبيه، ووالده يعمل حطابا ويملك الكثير من الحكمة. اصبطوا. يجب أن نكون حذرين، أخشى أن يبعث الذئب مستشاره الثعلب ليسترق السمع. اقتربوا لأشرح لكم الخطة. هيا. Bye.
تعبت من التعب والجوع. أكمل لهم تتمة الحلم وأنا سأقوم بتجهيز الطعام. كيف سأتابع الحلم وأنتم أيقظتموني قبل الانتهاء منه؟ تقصد أن... أقصد عندما جمع الكلب أصدقاءه الحيوانات ليشرح لهم الخطة. أيقظتموني قبل الانتهاء منه. والحل؟ عليكم أن تنتظروا حتى الغد. عندما أستيقظ ربما حلمت الحلم ذاته. إذن إلى اللقاء غدا مع بقية حكاية الأقوى ومع أحلام فتاة نحسان. نعم، عفوا، أحلام الفتاة يقظان.